فالحمد لله عندنا معين من القوات كلها ممكن تجي ونستفيد من هذه المنشأة أنه نعمل فرقة حقيقية، فرقة ما فرقة في الورق، فرقة رجال مرصوصين مبنيين ونشكلها من قوات الدعم السريع، من قوات الفرق رجيم، من الناس البرا، ونستمر التدريب المشترك ده. ودي واحدة من الحاجات اللي بتمتن وحدتنا الداخلية وتمتن جبهتنا الداخلية، عشان ما يجي زول يلقى فرقة بيناتنا ويجوا يتحدثوا ويحاولوا يستفيدوا من الفراغات اللي ينشئوها ناس عندهم مقاصد، كانوا يفرقوا القوات ويوقعوا بيناتها حتى يسهل استيادة. كلنا نعلم أنه طالما إحنا موحدين، وبعد نقول الكلام ده كثير، ما في أي قوة ولا في أي جهة تقدر تفيد في عضد هذا السودان، مش في عضدنا نحن، لأن وحدتنا نحن هي وحدة السودان، تماسكنا هو تماسك السودان. فلذلك طالما إحنا موحدين السودان سيبقى موحد، طالما إحنا متحدين متكاتفين السودان سيظل واقف وصامد، وما في جهة تستطيع أن تهزه أو تأثر فيه. دي وصية نحن بنوصيكم بها، يجب أن نتسامى ونتوحد وكلنا نخد عيننا على هدف واحد، نحن دارين نبني السودان، دارين نوحد السودان، دارين نحافظ عليه زي ما استلمناه، نسلمه للأجيال بعدنا وطن شامخ حدادي مدادي زي ما بيحلموا به ناسنا وشبابنا اطلعوا ينادوا بالحرية والسلام والعدالة. واجبنا أن نعمل على تحقيق هذه الأحلام، نشارك كل القوى الوطنية التي تؤمن بهذا الشعار والتي تؤمن بشعارات ثورة ديسمبر المجيدة، لأن شعارات الحرية والسلام والعدالة هذه القوات جزء أساسي من تنفيذ هذه الشعارات. هذه القوات، قوات المسلحة، قوات الدعم السريع، قوات الشرطة، الأجهزة الأمنية كلها، ما في أي جهة تستطيع أن تبعدها من المشهد إطلاقا. نحن فترة انتقالية، نحن ما عندنا حكومة منتخبة، ما في دول جبهة انتخابات، نحن وصيين رغم كل أن في كل دول، نحن وصيين على وحدة السودان، وصيين على أمن السودان، وصيين على المحافظة على بناء السودان، وصيين على المحافظة على أحلام شبابنا ومستقبلهم. إذا كان ما بنقدر نتحمل هذه الأمانة، وما بنقدر نحافظ على الوطن، وما بنقدر نحافظ على وحدته، وما بنقدر نوفي بالشعارات اللي رفعناها، ما في أي داعي لأننا إحنا نلبس هذا الكاكي أو ندعي الشرف بتاع الانتماء للجندية. جندية شرف، الجندية فخر، الجندية عز هذا البلد وفخره وشرفه. نحن كلنا مرتدين، هذا الشرف المرتدين بيحتم علينا أننا نحن نبذل كل جهدنا لأننا نحافظ على وحدة السودان، نحافظ على أحلام وأماني أبناء السودان، دارين يعيشوا العيشة الكريمة، العيشة الحرة، العيشة اللي بيحلم بها كل زول نشأ في هذا التراب. افتكر أنه البلد تسيعنا كلنا وتشيلنا كلنا، وكلنا إذا ما أخلصنا النية نستطيع أن نعيش فيها بسلام. طبعا الناس كلهم تابعوا المحاولة الانقلابية وما دار حولها، نحن برضو بنجدد أنه نحن بنقول لأخواننا السياسيين المحاولة الانقلابية دي أجهضوها ناس، نحن ديل أجهضناها، نحن ديل الغوش ديل، ما في جهة ثانية أجهضتها، لأنه نحن مقتنعين ومؤمنين بهذا التحول، التحول الديمقراطي. ابدا ما فينا زول داير يستولى على السلطه، ولا فينا زول عنده الرغبه انه يستولى على السلطه. دايرين مع بعض مع القوه الوطنيه، القوه المخلصه اللي بتؤمن بشعارات الثوره، واللي بتؤمن باهداف الفتره الانتقاليه، انه كلنا نضع يدنا في يد بعض عشان نمضي لمستقبل يؤسس لدوله ديمقراطيه، دولة مدنية. ما عندنا مشكلة، نحن كلنا دارين الدولة المدنية ودارين الدولة الديمقراطية، الدولة اللي بيختار الشعب السوداني وبجيب الشعب السوداني عن طريق الانتخابات. نحن ثاني ما علينا إلا نحيي ونمشي نقعد نحرس تدريبنا ونحرس خنادقنا ونحرس حدودنا ونحرس هذه الدولة الديمقراطية، نحرزها ونحرز كل من يحيد عن طريق الديمقراطية، وكل من يحاول أنه يتسلق أو يتصدى لها نحن واجبنا أن نتصدى له. نحن واجبنا أن نوفر ونساعد كل الأجهزة الحادبة على أن السودان يبني الدولة اللي بحلموا بها دي، نحن كلنا نساعد في تأسيسها. نحن برضو كلكم شاهدين، ويمكن نحن القوات الخاصة واحدة من القوات الأساسية والرئيسية، القوات الموجودة كلها في منطقة الوادي،
احنا كلنا ايضا بنحييهم ونفتكر ان هم وقفوا وقفة كما اخواننا الثانيين في القوات المسلحة. كلنا استنكرنا هذا الامر واستنكرنا هذا الفعل، نفتكر انه نحن لو عندنا اي عمل دارين نقوم به هذا العمل يجب ان يكون منصب في مصلحة الوحدة حقت القوات النظامية، ومنصب في اجل وحدة السودان، ومنصب من اجل محافظة على الانتقال بسلاسة وبأمان، ونتفق عليه كلنا، كلنا نتواسق ونتكلم مع اي زول نقول له انتوا المزارع دي بالصورة دي يجب ان تقيفوا عندها، لانه نحن اذا كان حصلت اي مشاكل في بلد ده بتقع في راسنا نحن، ما بتقع في راس زول. ما في زول يقول والله الجهة الفلانية هي الحامية التغيير، والله ابدا التغيير ده حامينه انتوا ديل وحارسينه انتوا ديل. والحدث امبارح ده مثال حقيقي انه منو الحارس التغيير ومنو القبض على التغيير. واضح انه في جهات معينة ما عندها هم غير انها تلتقي عليها كرسي في وزارة والله في ولاية وتظل تقاتل من اجل هذا الكرسي، كل همها وقتالها من اجل هذا الكرسي. ما شفنا لنا اي جهة والله حزب قاعد يتكلم عن الانتخابات او بيتكلم عن الديمقراطية او بيتكلم عن هذه الفترة الانتقالية اللي احنا كلنا بنتكلم عنها. ما شفنا اي واحد من القوى السياسية بيتكلم بيمشي يقعد مع المواطنين في الواطة هناك، احنا العريانين الجعانين العطشانين في كل فيافي السودان قاعدين وبيعانوا الان. ما في قوة سياسية قاعد تمشي تقعد معاهم، ولا في زوج قاعد يمشي يخاطب مشاكلهم، ما في. تاركينهم ومتفرغين هنا للمشادة وللمهاترة، وموجهين كل سهامهم لنا احنا كقوات نظامية. المعيار اللي اختاروا به الناس، اختاروا به الموظفين، جزء كبير من الدولة هو شتم العسكريين والإساءة للعسكريين. إذا أنت ما بقيت من الصنف ده ما بتلقى طريقة تقعد لك أو تدخل لك في كرسي ولا توظف لك في وظيفة. نحن نقول لإخواننا، نحن نقول للشركاء، شركائنا الحقيقيين والأصليين، يجب أن هذه الشراكة نرعاها بحقها، يجب أن هذه الشراكة نخدها نصب أعيننا، لأنه إذا كان في جهة واحدة تتخيل أنه ممكن تسوق البلد دي وتوديها، أبداً ما في جهة واحدة تقدر تمشي ما لم كلنا نخد يدنا في يد بعض ونتوحد ونوحد جهدنا. ما في إقصاء لأحد، ما في إقصاء لأي مكون من مكونات الفترة الانتقالية اللي اتفقنا عليها. نحن كلنا شفنا مبادرة رئيس الوزراء، نحن كمكون عسكري تم إقصاءنا منها، المبادرة التي تمت في قاعة الصداقة كلنا تم إقصاءنا نحن منها، نحن مكون وشريك أساس من شركاء الفترة الانتقالية، وبيدنا كل شيء، كل شيء بيدنا كل شيء. نحن لنا سنتين تركنا كل العمل التنفيذي لمجلس الوزراء لأخواننا السياسيين، وواثقين ثقة كاملة في أن هؤلاء المواطنين السودانيين زي ما هم نحن وطنيين هم أيضا وطنيين، زي ما هم سودانيين نحن برضو سودانيين، لكن في النهاية الخيل بتظهر أو الخيل الحلو بتجي في اللفة. نحن شايفين أنه المسألة انحرفت عن مسار الصحيح. قوة سياسية كانت جالسة معانا يوم 11 وكنا نتفاوض معها، الآن تساقط منا جزء كبير، جزء كبير تساقط منا. نحن بندعو اليوم وبكرة أنه يجب أن تتوحد هذه القوة، قوة الثورة، القوة اللي فجرت هذه الثورة، والقوة اللي احنا كنا مقتنعين بأنها هي حتقود معانا البلد. نحن بنطالب بأنها تتوحد هذه القوة، وبنطالب بأن كل القوى الوطنية الأخرى تشارك أيضا في الفترة الانتقالية. نحن دارين نعمل الدستور، دارين نعمل قوانين الانتخابات، دارين نشوف انتخاباتنا عليها هنا بكرة، دارين نحضر لها، يجب أن نحضر لها كلنا مع بعض، يجب أن نعمل لها كلنا مع بعض. نحن كعسكريين أكثر حرصا وأكثر إصرار على الفترة الانتقالية تنتهي في مواعيد المضروبة ويعقوبة انتخابات حرة نزيهة تأتينا بدولة مدنية تقدر جهود العسكريين وتنصفهم وتديهم حقهم تهتم بهم. نحن الآن مما تم التغيير ده كلكم شايفين وعارفين. المنشآت دي هنا ده ما في دول شاركنا فيها. المنشآت اللي افتتحناها في الفشقة هناك شاركونا فيها بعض رجال الأعمال وبعض الناس الوطنيين. نحن شغالين برانا. نعمل لوحدنا في ظروف أنتم تعلمونها كلكم. نحن عارفين أنه اليوم حال جنودنا وأسر وأفراد ما سرنا، ولا إمكانيات العربات الوقود الإمداد التعيينات على أعلى مستوى، ما بالك بيتحد البيوت العلاج المدارس الشنط المدرسي. كمية من المطالبات أن نحن عارفين أن والله الشيء اللي بنديه لجنودنا ولضباطنا لا يوفي لهم بهذا الكلام ولا يوفي لهم بقليل منه، لكن برضو الناس صابرين ومتحملين زي ما قال أخونا محمد. عندنا أمل لأنه بكرة
يبقى افضل. وعندنا امل في انه بكره الاحوال تتصلح، ونحن من هنا بنناشد ثاني نكرر اخواننا في القوى السياسيه، يجب ان تتوحد القوى السياسيه، يجب ان تتوحد القوى الوطنيه، القوى المؤمنه بالتغيير، القوى المؤمنه بان مستقبل السودان يكمن في اقامه انتخابات، اقامه دوله مدنيه عن طريق انتخابات حره نزيهه. ده مطلبنا وده مطمحنا، وده اللي بيحفظ لنا نحن كقوات مسلحه حقنا. نحن ما بنخلي فئه واحده تستاثر في حكم السودان، الا نحن كلنا يجيلونا يدعونا، لكن ده واجبنا انه يجب انه في هذه الفتره الانتقاليه نكون يقظين ونكون مفتحين عيننا، وما بنخلي جهه واحده تستاثر. الكلام ده بنقوله بنقوله لكل زول، نحن ديل نمشي، انتم قاعدين بعدنا تقيفوا نفس الموقف، اللي بعدكم تقيف نفس الموقف. تجينا حكومه ديمقراطيه منتخبه كلنا نحيي ونقعد تحت نسمع تعليمات الرئيس اللي بيجيبوا لنا صندوق الانتخابات، ما في زول كبير فينا ولا في زول صغير فينا بيرفض هذا الامر، لكن قوه سياسيه معينه تتسلط علينا وتسيء لنا وتنبذنا، نحن ما بنقبل بهذا الامر. وكلنا متابعين امس الحصل في وسائل الاعلام، البيانات اللي طلعوها الناس كلها ما انصفت ولا قالت شكرا للقوات المسلحه، ولا قالت والله المحاوله دي جادتها القوات المسلحه، ما في اي جهه قالت الكلام ده. كلهم يتحدثوا كلام نحن ما بعرفين ذاته جاي منه من وين، لكن نحن لسه بنمد حبل الصبر ولسه بنتخير ونفتكر انه الخيرين موجودين في كل مكان، وان السياسيين فيهم الناس الخيرين، قاده الاجهزه السياسيه وكلهم فيهم الناس الخيرين، فيهم الناس الوطنيين اللي بينتبهوا وبيعاينوا لهذا الامر ولمخاطره. المحاوله اللي تمت امبارح دي كان ممكن الذخيره كلها سندوره لليله وما كانت تجيب كله. لو ما حكمت اخواننا في الوحدات هناك في المدرعات وفي القياده وفي كل الناس تصرفوا معها بحكمه، لان المدرعات هناك سلاح المدرعات موجود فيه اكثر من 20 دبابه، موجود فيه اكثر من 40 او 60 مدرعه، دي لو مرقن في الخرطوم دي ما كان في زول ثاني، ما كان في زول اصبح فيها. ما غير كل انتوا ذول، انتوا اللي حتصدوا، انتوا كنتوا حتموتوا، كل الحاجات كلها كانت تقع في راسه. فيفترض الناس يقول لهم والله شكرا للقوات المسلحه، يعني ما دارين شكر لي رقبتنا، ولا دارين زول يقول البرهان ولا حميدتي ولا زيد ولا عبيد، دارين اقول المنظومه دي، المنظومه حقتنا اللي بتجمعنا كلنا دي نحترمها ونقدرها ونديها حقها. نديها حقها اللي بتستحقه، لانه هي صمام امان وحده السودان وصمام امان بناء السودان. نحن بنحييكم بنفتكر انه الان نحن ماشيين في وضع كقوات امنيه وكمنظومه عسكريه في وضع افضل وفي وضع احسن، احسن بتماسكنا وبوحدتنا وبايماننا بقضيتنا، بايماننا نحن قضيتنا الوطن. نحن مؤمنين بانه قضيتنا هذا الوطن. دي قضيتنا نحن ودي شغالين من اجلها. وده اللي احنا نفتكر انه اخواننا في القوى السياسيه يجب انه يشتغلوا من اجلها. قضيتنا الوطن، قضيتنا ما كراسي ولا المناصب ولا الوالي ولا الوزير، قضيتنا الوطن. شايفين نحن كلنا ما يحدث في الشرك، ما يحدث في الشرك ايضا هو امر سياسي. نحن متهمين بانه داعمين ناس الجيش وداعمين ناس المكون العسكري، وهذا افتراء، كلام كذب، كلام كذب. هذا الامر سياسي من المقام الاول، من البدايه هذا امر سياسي خاص باقتسام السلطه واقتسام الثروه. كيف نحن عسكريين؟ نحن ما عندنا علاقه بالسلطه ولا الثروه، كلها في يد هذه الاجسام المدنيه. اذا كان الوزارات حقتهم، اذا كان وزاره الماليه حقتهم، مجلس التشريع عندهم مقاعدهم، يجب ان ينظروا لهذا الامر، هذا الامر امر سياسي من الدرجه الاولى ولا يمكن ان يحل عن طريق العنف او عن طريق القتال. عندنا تجارب نحن كسودانيين. جنوب السودان زمان لما الناس طلعوا فيه استخدمنا القوة والدولة استخدمت القوة، الجنوب انفصل. دارفور الناس تذمروا، عندهم مشاكل، الناس استخدموا القوة، شايفين النتائج الكارثية اللي حصلت. جنوب كردفان، النيل الأزرق، في كل مكان تبدأ دائما الثورات الشعبية باستفزاز المواطنين بعدم تقدير جهدهم وعدم تقدير مطالبهم. تبدأ الثورات الشعبية بهذا الأمر. عشان كذا احنا بنفتكر أنه هذا الموضوع إذا كان في الشرق أو في أي مكان آخر يجب أن الناس يهتموا به، يجب أن نعمل على حلحلة المشاكل اللي بتقوم لنا مثل هذه الصراعات، المشاكل اللي بتقوم لنا مثل هذه الأمور، لأن الشرق الليلة ينتهي بكرة يطلع في مكان آخر. كل هذا الأمر أمر سياسي، يجب أن نحن نقعد نتوافق عليه كلنا كقوة مدنية وعسكرية كشركاء في الفترة الانتقالية ونحل هذه الأمور. جهة واحدة أو جهة معينة تتحمل براها الوزر، هذا الكلام غير مقبول، وما في جهة ممكن يشيل اوزار الناس الثانيين، لانه نحن كلنا شركاء وكلنا نحن الحمله الممنهجه ضد القوات المسلحه،
وضد القادة حق، ما متوقعين هذا كيف، لكن إحنا نقول هدفنا ماشيين في من أجل تنفيذه، هدفنا وحدة السودان والانتقال الديمقراطي، والكلاب تنبح ونحن ماشيين، ما يهمنا أصلاً، ما بيهمنا النباح والإساءة والشيء كله، شايفينه نحن وعارفينه أقلام مأجورة غير وطنية، كلها تعمل مع جهات ومع وكالات تدفع الثمن قبض ثمنها عشان تنبس فلان وتسيء لفلان أو تغلل من شأن فلان أو تسوق في فلان أو تهتك في عرض فلان. نحن مؤمنين بأن قضيتنا الوطن، مؤمنين بأنه نحن همنا وحدة السودان، مؤمنين بأن نحن دارين نحقق التحول ونحقق الانتقال. المرقوا الناس من أجله، ملايين السودانيين مرقوا بيحلموا بأنه يحصل لهم انتقال ديمقراطي، حياة حرة كريمة تتحقق فيها الشعارات الأساسية، كل ذوق يطالب بها، حرية والسلام والعدالة. وين هسه الشعارات الثلاثة دي؟ أين العدالة الآن؟ أين السلام؟ أين الحرية؟ وين الشعارات دي وين الآن؟ وين راحت؟ راحت الشعارات دي، راحت بين الكراسي وبين الوزارات وبين الولايات، راحت. نحن واجبنا أن ننبه الناس أن والله دارين الشعارات دي نرفعها، دارين قوة الثورة. الناس كانوا في ميدان الاعتصام، والناس أخوانهم استشهدوا ومرقوا وناضلوا، نقول لهم استنهضوا أقيفوا، ما بنقول والله هبوا أيها الجماهير لحماية ثورتكم، ده كلام طبعا ما في ذول بيقبلوا. كيف يهبوا الجماهير لحماية ثورتهم؟ من منو يحموها ثورتهم؟ مننا نحن، من القوات النظامية.